كيفاش هذيك اللحظة تقدر توصفيها لنا؟ ما تتوصفش. زقيت جريت ما عرفتش روحي قابها ايش واسيت بديت لمت في ولادي قدامي. كي خرجت راجلي انا زغرت، خرجت راجلي شهيد مات مغدور كيما السبع. هو كان ناس ملاح كان طيب شويه ما كاش اللي كان كعارف ناس تغير منه حاسدين، وكان راجل بمعنى كلمه راجل بمعنى كلمه ما نكذبش عليك. كي مات كان هو اللي عيط لي انا يلا القاضي التحقيق قبل كنت شهيده شهيده برك. لا لا قبل ما نلحقوا لهذا النقطه يعني انت انا شفنا باللي راهو تحت جناحك كاين 8 اطفال كاع صغار كاع صغار يعني ما من الناس باش يعرفوا ثاني شحال شيء صعيب على ام انها تقول لولادها باللي ماتوا. يعني كيفاش راح تتعاملي مع هذا الموقف؟ بس كل اللي يقتل انسان ما على بالوش باللي يقتل معاه بزاف ناس واحد اخرين. انا مت معاه يوسف خويا، انا نهار اللي دفنوا محمد دفنت معاه فرحوه، نهار اللي مات نهار اللي دخل محمد للقبر انا دفنت معاه داخل. انا راني نمشي بصح اقسم بالله ماني نرقد ولادي كاع يرقدوا انا نقعد ندور نقبض التصاوير وخطرات راهم يقولوا لي راكي بغيتي تهبلي نقبض التصاوير ونقعد نقولوا عليه على امنت فيهم عليه خلي ما درتش الخداع من جيتهم هما. انا قلبي كان هارب منهم ما نكذبش عليك خاطش كانوا كيما نقولوا حنايا يجيبوا له واحد السلعه ما يجيبولش حاجه زينه. هو كان يحوس يخرج ولاده من الملعب كان يحوس يخدم هذاك لو مومون هذاك يخدم فيه باش يروح يشري لهم سكنه. قال لي ما نخليش ولادي في الملعب. انا انت اولادك يعني كيفاش كانت الصدمه تاعهم؟ ما نكذبش عليك كل واحد ماما يقول لي كل واحد يقول لي ماما اش ندير لك سكتي ما تبكيش سكتي ما تبكيش. حبدا وبديت نلمت فيهم بالواحد من اللي يكون كان يوسف عندي قلت له روح عيط لخاوتك بالواحد وخبرهم وقول لهم باباكم مات. بداو يجوا عندي بالواحد اللي يدخل عندي نقول له بويكم مات صاي قعدتوا يا الله بويكم مات محمد راح وقعدتوا هكاك بشوي ولمتهم كاع وقلت لهم خلاص قعدنا بلا واسمو كيما القفه بلا يدين. هو كان سند ليهم ولي انا حتى انايا انا كان هو كلش ولادي هو كان كلش ليهم. كي مات بويهم ما نكذبش عليك مانيش نخلي ولادي يخرجوا ما نخليهمش ولادي يخرجوا دائما خايفه عليهم الامل ما بديناش قابضينه كاع دائما غير يخرج واحد من ولادي ولا الطبيبه تهتف قدامي بقول واحد راهم جايبينه يا راهم ضاربينه راهم قاتلينه يا راهم الشوك تاع محمد الله يرحمه كارثه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ما قعدتيش بينك وبين راسك شغل تخمم في فكره الناس اللي كنت تتوكليهم يعني كانوا يدخلوا دارك ياكلوا ملحك ياكلوا ملح وهو تهنيت ملحو قدرتي تعرفي علاش قتلوه؟ هما كي ساي وساو وقالوا بيناتنا الدين وجا راجلي الله يرحمه كان في العودي يشرف في البقر قال لهم على الوسمو تاعهم هما القول اللي راهم هادرينه هما في لي بيفي دايرينه باللي جا من فوق العودي يجري عندهم للوطو قال لهم راكم كنتوا تفتشوا لي في اللوطو جبدوا الدراهم قالوا نشب بيناتنا شي جار وحنا ما ضربناهش وخليناه صحيح ما فيه والو والمكحله هو عطاها لبويهم راجلي الله يرحمه عطاها لبويه ما ضربناه لا بخدمي لا ما درنا والو حنا ما توشيناهاش كاع. برك سيده فرحوح ثاني النقطه باش يفهموها المشاهدين انت مقبل قلتي بلي زوجي عنده مكحله لانه حنا ماشي موالفين انه الانسان يمشي بمكحله ولكن انتم وين ساكنين في الغابه؟ ساكنين في الفيرمه هذه جايه في غابه جايه في الغابه جايه في وسط كاين ذيوبه كاين كاين ذيوبه كاين الحلاليف كاين يصيدوا الرنب يصيدوا فهمت حتى هما كانوا يجوا حتى هما كانوا يجوا ثم كينا معاه وهما يجيبوا له الكرطوش حتى هما كانوا يجوا ثم كي يجوا عندي انايا ثم عنده يجوا يجيبوا فاني هما مكحلهم ويجيبوا الكرطوش ويجيبوا الواسمو ويقعدوا يصيدوا وياه. واجهتيهم هاد الناس؟ وشفتهم في دار الشرع كي توقفت انا وياهم شفت غير زوج البوي ما شفتوش لحد الان مازال ما نشوفوا بويهم.